شجرة الزيتون لا تبكي ولا تضحك، هي سيدة السفوح المحتشمة بظلها تغطي ساقها ولا تخلع أوراقها أمام عاصفة. هكذا تغزل الراحل محمود درويش بشجرة الزيتون التي تعني للفلسطيني أكثر من شجرة. موسم الزيتون في بلدة دير الأسد كسائر البلاد، إذا الصبح تنفس غادرت العائلة بكبيرها وصغيرها برجالها ونسائها إلى حقول الزيتون، كلهم أمام الشجرة سواء. يبدأ القطف في مستهل أكتوبر ويستمر قرابة شهرين. هناك قطف للكبيس وعادة في بدايات الموسم، وقطف للعصير لينتج زيتا يكاد يضيء. هذا الزيت عملنا جديد، هذا استجد جديد. تختلف طرائق القطف، ومهما ابتكر منها تبقى الطرائق التقليدية هي المحببة لدى الفلسطينيين، خصوصا القطف باليد كأب وأم يلاطفان طفلهما بيديهما. طريقة أخرى هي ضرب الغصن بخفة، وهو ما يسمى فلسطينيا بالجد، حيث يتساقط الثمر على مفارش خاصة. موسم الزيتون عند الفلسطينيين ليس مجرد قطف ثمار، إنما هو عبارة عن احتفالية وطقوس يجتمع فيها الفلسطينيون ويعدون طعامهم وقهوتهم حتى تحت أشجار الزيتون. ليس هذا فحسب، إنما أيضا يمارسون بعض الفن كعزف الموسيقى والغناء. بين فترة وأخرى يرتاح قاطفو الزيتون، فالشجرة التي تمنحهم ثمارها تمنحهم أيضا ظلها إن أشمس نهارهم، وتعينهم قليلا إن أمطر يومهم، حتى يجددوا نشاطهم وشوقهم لشجرة عاصرت أجداد أجدادهم. من دير الأسد في الجليل، محمد أبو عبيد، العربية.